وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل من قال بإيمان تارك جنس العمل يكون من المرجئة؟ أي شيخ؟ هل من قال بإيمان تارك جنس العمل يكون من المرجئة؟ هذا كلام ما له أصل. تارك العمل ليس مؤمنا، تارك العمل وهو يقدر عليه ليس مؤمنا، لأنه ترك جزءا من الإيمان، من تعريف الإيمان، ولا في تفريق بين جنس العمل وغير جنس العمل، هذا تفصيل لا أعرف له أصلا. نعم.